مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، متابعي كارو لايف قناه القاهره 24، مع حضراتكم محمد عاطف من داخل قريه منشاه سلطان التابعه لمركز مدينه منوف بمحافظه المنوفيه. في اخر ايام الانتخابات الرئاسيه بمحافظه المنوفيه، حب كبير الحقيقه لاحمد من زوي الهمم، لكن الحقيقه لديه حب كبير جدا تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيجبر والديه يوميا على احضار عدد كبير جدا من الصور. مع حضراتكم احمد وايضا والده عشان نشوف تفاصيل الموضوع ده. السلام عليكم. انا معاك رضا محمد احمد كامل من سيف سلطان، والد احمد بيحب السيسي وراجل يعني كل احمد الاول من زاويه الهمم. من زاويه الهمم ما هو انا بقول لحضرتك يعني هو كل يوم على اللجنه ويطلع يعمل يهلل ويقول انا عاوز على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصور بقى يعني صور عندنا صور رهيبه للرئيس عبد الفتاح السيسي. عنده صور كتير جدا. كتير عنده حوالي من اكثر من 400 صوره. خلي بالك حضرتك، واكثر من 400 صوره. براويز بقى زي ما انت عاوز، وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي من زي ما انت عاوز، جيش وملكي وميري، كل اللي انت عايزه موجود عندنا. كل يوم يقول لك انا عاوز صور لمين؟ للرئيس عبد الفتاح السيسي. كل يوم صور جديد. وراح برضه الثلاث ايام بتوع الانتخابات برضه من قدام اللجنه عمال يرقص ويهلل، ويقول كل اللي يروح يقول له روح انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما فيش غيره. لازم هو ده اللي حامل بلد، وهو اللي كده يعني. انا بقول لك عنده اوضه كده عاملها كده اليوفط معلقها كده اهوت، اللي بس يشوفها زي ما يكون واحد عامل سرير اللي هي العمدان ديت ستاير ليها كده. دورين اثنين. مليانه بالكامل الاوضه. نعم؟ مالي الاوضه بالكامل. بقول لك اوضه مليانه بالكامل، احنا مش عارفين نقعد فيها. ايه قصه الصور دي كلها يا حاج؟ انا شايف صور كتير جدا. صور بقول لك ده هرم عندنا اهوت، اكتر من 400 صور. يعني صور للرئيس عبد الفتاح السيسي ازاز، وصور بقى براويز برضه قصيره، وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي عاملينها دورين اتنين فوق بعض اهوت، خلي بالك اكتر من 400 صور كل شويه، وكل يوم عاوزين صور، كل يوم عاوزين صور. وعندنا ملك، ده في ملك مش مفروغ كمان. يعني انا عندي هنا بتاع اكتر من 200 صوره ملك. طب عايز امشي. ماشي. هنمشي. جايبين صور من بدايه تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر، من ايام ما كان لما كان في الجيش. صور كتير جدا. صور كتير. وانا بقول لك حضرتك زي ما انت شايف كده اهو، وما كناش نجيب يعمل لنا دوشه، كل يوم عاوز صور للرئيس عبد الفتاح السيسي. كل يوم خناق. خلاص يا احمد روح انت يا احمد. ده انت بتقول في اضعاف الكميه دي لسه. والله العظيم اضعافها منفرده لسه. وكنت لو عملت كده كذا دور اهو جنب بعض، كذا دور جنب بعض زي ما انت شايف كده، وغير اللي هو تحت، وغير اللي هو ملفوف تاني. انا شفته كمان معلق كده مزين حيطان البيت مزين باليوفط اللي هي بتاع الانتخابات. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصد واحد على مدخل البيت والحيطان، وعلى مدخل البيت والاوضه اللي احنا بقول لك فيها مش عارفين ننام منها. يا ابني ايه ده، مفيش فايده. وده غير الملفوف كمان، بقول لك والله العظيم انا جايب له عامل له كمان يجي 7 يوفط تاني. شايفين حاجه كمان، حاطط صور السيسي احمد فوق السرير وجنب السرير. شوف يا بقول لك ما كانش الرئيس عبد الفتاح السيسي فوق دماغي كده، ما اعرفش انا اهو.